دينية وتقول نعم لهذا الدستور، دستور الإيجابي والفعال والمتطور والمتوازن الذي يضمن للمغاربة الاستقرار والأمانة والسلامة والرفاهية تحت رعاية صاحب الجلالة أمير المؤمنين. نحن مع ملكنا نحبه ومعه بالغالي والنفيس، باعتبار أن هذا الدستور يضمن للمغاربة الأمن والاستقرار والأمانة وحقوق الإنسان. وقولنا وقول الطريقة القادرة البوشيتية نعم لهذا الدستور ليس فيه مزايدة ولا توظيف سياسي، بل هو نابع من محبتنا لوطننا ولملكنا، وباعتبار أن هذا الدستور بشهادة العديد من الخبراء الدوليين في القانون الدستوري بأنه دستور المرحلة، وأنه دستور سوف يجعل المغرب بلدا ديمقراطيا ومتطورا وضمن الدول الكبيرة والمتطورة على المستوى الديمقراطي وعلى المستوى الحقوقي.